السلام عليكم ورحمة الله، ادعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والإعجاب بفيديوهاتنا دعما لنا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، ها نحن نلتقي اليوم مع العشبة الثالثة من السلسلة التعريفية بالأعشاب المغربية. هذه السلسلة التي هي بمثابة مفتاح يفتح به غموض كثير من أسماء الأعشاب المغربية بالعامية، ليسهل على المشاهد الكريم أن يبحث عن هذه الأعشاب بحرية تامة ليصل إلى مراده من هذه الأعشاب، وليكون على بينة من أمره في كل ما يستهلكه من هذه الأعشاب، وليكون حذرا من نصب النصابين وكذب العشابين المحتالين ومغالطة المغالطين، أي والله إن في هذا الميدان لشياطين في جثامين الإنس. نسأل الله لنا ولكم العافية. وأقول لكم بكل صدق وإخلاص، لم يعرفش منكم شي عشبة بالدارجة المغربية أو للإسم ديالها بالعربية أو للإسم ديالها العلمي يراسلوني على الواتساب. أنا غادي نخلي لكم الرقم أسفل الفيديو أو لا يراسلني في الفيسبوك. أنا غادي نخلي لكم رابط الصفحة كذلك ديالي في الفيسبوك في الوصف تحت الفيديو، فإني سأرد على كل من يراسلني. العشبة التي سنتكلم عنها اليوم هي البرواق باللهجة المغربية. البرواق هو عشبة شبيهة بنبات الكراس الرومي، يعني البوارو، البورو بالدارجة المغربية. يخرج من وسط هذه النبتة ساق طويل يحمل أزهارا بيضاء تخلف أقماعا مستديرة، في وسطها بذور شبيهة ببذور البصل. هذه العشبة معمرة، جذورها عبارة عن ذرنات كثيرة تحت قاعدة الأوراق. موطنه الأصلي جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا، فهو من عائلة الزنبقيات. يسمى البرواد بالعربية خنثى، وتسمى ذرناته يعني جذوره بلالوز بالدارجة المغربية. اسمه الفرنسي أسفوديل أبتيت فغوي، لاسفوديل أبتيت فغوي. اسمه العلمي أسفودولوس ميكروكاربوس، أسفودولوس ميكروكاربوس. فوائده في الطب القديم، قال فيه الطبيب العربي الشيخ الضرير عمر بن داود الأنطاكي رحمه الله في كتابه التذكرة كلاما جامعا، قال رحمه الله: الخنثى حار يابس في أول ثالثة يجبر الكسر ويحلل الرياح شربا ويقوي الباه شربا يعني الجنس، ويجلو الآثار كالبهق طراء، ويحلل الأورام خصوصا من الأنثيين يعني الخصيتين، لا حياء في الطب والدين، ويبرئ داء الثعلب شربا وضمادا خصوصا برماده، ويذهب اليرقان يعني بوصفير، ويفتت الحصى ويلحم الجراح ويبرئ القروح الباطنة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام قوي ووصفات تحتاج إلى تدبر. وقال ابن البيطار الأندلسي: رماده يشفي داء الثعلب. وذكر عن الغافق أنه قال: ساقه الغض إذا سرق وأكل بخل وزيت نفع من اليرقان، يعني بوصفير، نفع من اليرقان نفعا بليغا، وكان أقوى ما يعالج به. وقال أيضا: إذا أحرق أصله وطلي به الكلف والبهق نفع منهما نفعا.
وإذا اكتحل بهذه الحراقة بعد المبالغة في سحقها أزالت بياض العين، وإذا خلط بكبريت نفع من الطوباء. وكثير ما قال عنه ابن البيطار، اخترت لكم منها هذه الوصفات لكثرة الحاجة إليها. وقال ابن سينا في كتابه القانون في الطب: الخنثى جلاء محلل، خصوصا أصله إذا أحرق صار مسخنا مجففا محللا. وإذا طلي برماده البهق الأبيض وجلس في الشمس نفع، وينفع من داء الثعلب والحية. وقال: أصله بدرد الشراب، يعني ما يترصب في العصائر، على أورام الغدد كلها وعلى الدمامل. وإذا ضمد بدقيق الشعير نفع من ابتداء الأورام الحارة، وكذلك أورام التدي وأورام الخسي. وإذا جعل أصله على القروح الخبيثة والوسخة نفعها. وقال أيضا: ينفع من وهن العضل والوتي، يعني توتيا، وهن العضل يعني العضلات. وإذا قطرت عصارته وحدها أو مع كندر وعسل ومر نفع من قيح الأذن. وقال: نافع من اليرقان، يعني بوسفير، والطريقة كما ذكرها ابن البيطار آنفة. وكل هذه الفوائد أخذت عن ابن سينا، الذي هو بدوره أخذ عن ديوسكوريد وزاد عليها من تجاربه الشخصية. وكلما وصلت معلومة إلى أي طبيب عربي إلا وجربها واستفاد منها وأفاد بها غيره، رحم الله الجميع. البرواد أو الخنثى في الطب الحديث: يحتوي الخنثى أي البرواد الأوراق والساق والضرنات على مادة الإنتراكينون والسكر والجلوكوزيد والراتينج والموسيلاج والنشا، الاستعمال خارجي داخلي. طرق الاستعمال: مغلي مسحوق طلع. خصائصه الطبية: مطهر، مدر للبول، مضاد للتشنج. يعالج مشاكل الجلد مثل التآليل والجروح والإكزيما، ويدوب التورم، وله تأثيرات على عوائق الحيض، يعني انقطاع الطمث، وما يرتبط به من إزعاج. سبحان الله العظيم، لم ألقي لهذه العشبة بالا منذ دخولي ميدان الأعشاب. كنت أمر عليها مر الكرام، ولكن بعد بحثي هذا أثارت اهتمامي جدا، وظهرت لي أشياء سأوظفها إن شاء الله في تجاربي وأبحاثي القادمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولم يبق لي إلا أن أودعكم على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد وعشبة جديدة. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.